السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم أبو مريم التونسي. إن شاء الله فيديو جديد من فيديوهات الفرخ والتحضين. طبعا الفرخ مش مقتصر على وقت معين، يعني إحنا كنا الأول بنقول موسم الفرخ هو الشتاء. طبعا الشتاء بقى وحش جدا، ما بقيناش عارفين نفرخ فيه حمام ولا زغاليل خالص، بقينا طبعا بنفرخ في الصيف. فأنا عن نفسي ممكن أفرخ شتاء وصيف طالما الحمام لسه شغال، طالما الحمام مريحش معايا، وطالما الحمام صحته كويسة وبياخد فيتاميناته وبياخد أملاح معدنية بشكل كويس. فالنهاردة بإذن الله في الفيديو ده هحاول إن أنا أشرح لكم الفرخ والتحضين بشكل عملي، يعني هعمل حاجات عملي كده قدامكم وأعرفكم إزاي بنفرخ وإزاي بنحضن وبناخد بيض من تحت حمام نحط تحت حمام تاني. بس في الأول هشرح لكم الموضوع النظري، نبقى عارفين إحنا محتاجين إيه عشان نفرخ ونحضن. أول حاجة، أنت عشان تفرخ وتحضن سواء عندك قص فرخة أو قصين فرخة أو 3 أصوص فرخ، إيه هي أصوص الفرخ؟ أصوص الفرخ اللي هي الحمام الغالي اللي أنت عايز تفرخ منه عدد من الزغاليل بشكل أكبر من العدد الطبيعي، اللي هو إن أنت مثلا لو أنت عندك قص غالي سعره مثلا 1000 جنيه أو 1500 جنيه، وبتبدأ إن أنت بتخلي الحمام دوت يبيض ويرقد على بيض ويطلع زغاليله ويأكل الزغاليل ويفطمهم، فهنا أنت بتاخد زغلولين. اول حاجه الحمام بيقعد 10 ايام عبال ما يبيض، تمام؟ ده رقم واحد. 10 ايام بيقعد 18 يوم عبال ما يفقس البيض، كده 28 يوم بيقعد من وقت فقس البيض لحد ما يطلع الزغاليل تتفتم، بيقعد له حوالي شهر، يعني كده 58 يوم. 58 يوم دولت عبال ما تاخد اول عش زغاليل من جوز حمام. فاحنا الطريقه بتاعتنا ان احنا بنفرخ ونحضن هنا بنعمل ايه؟ بناخد كل 10 ايام بيضتين من جوز الحمام الغالي ده نحضنهم تحت جوز حمام من حمام التحضين اللي هو الحمام اللي سعره رخيص. فهنا كل 10 ايام بنحضن بيضتين، بعد 18 يوم بيبدا اول بيضتين يتحضنوا ان هم يفقسوا، يعني كده انت كل 10 ايام بتحضن بيضتين، بعد 18 يوم بتاخد اول زغلولين، بعد كده كل 10 ايام بتاخد زغلولين، تمام؟ فهنا في ال 58 يوم دولت هتاخد لك فيهم على الاقل 4 أو 5 عشوش زغليل بدل ما تاخد عش واحد اللي هو زغلولين. فالنهارده هشرح لكم ازاي بنعمل العمليه دي وازاي بناخد الحصى نحضنه من تحت قص لقص تاني، اشرح لكم الموضوع ده عملي. اول حاجه، انت طالما عندك قص تفرخ منه لازم يكون عندك على الاقل 3 اصوص تحضين للقص ده، 3 اصوص او 4 اصوص او 5 اصوص يسدوا على القص ده. فالموضوع ده يا جماعه اول حاجه لازم انت تجيب لك كام قص تحضين حلوين وحنينين ويكون صحتهم كويسه واحجامهم كويسه، وفي فيديو انا شارح فيه ازاي نختار قصوص التحضين، تمام كده؟ عندنا قصوص التحضين وعندنا القص اللي هنفرخ منه، هنبدا نعمل ايه باذن الله مع بعض كده نشوف. موضوع عملي وسهل جدا. اول حاجه انت محتاج عيون للذكوره اللي هي القصوص اللي عندك، قصوص التحضين دي ليها عيون ايا كانت بقى، خشب صغيره حجمها 50 في 50 40 في 40 ايا كان مش هيفرق، لان دولت احنا مش محتاجينهم يكسروا ولا يخصبوا ولا محتاجين ان النتايه تقعد للذكر والذكر يخصبها ولا الكلام ده، احنا محتاجين بس ان هم يبيضوا. حصى في تخصيب ما فيهوش تخصيب، احنا محتاجين ان هم يبيضوا. فاول حاجه انت عندك عيون للتحضين وحاطط فيها قصوص التحضين اللي هو ذكر وانتهى، ذكر وانتهى، ذكر وانتهى، كلهم ايه؟ متجوزين. وعندك عيون واسعه وكبيره حلوه للحمام بتاع الفرخ سواء زينه او غزار، سواء انت هتفرخ زينه او غزار عايز عيون واسعه وكبيره عشان الذكر يكسر على النتايه ويطلع الحصى بتاعهم مخصب، تمام؟ دولت في عيونهم ودولت في عيونهم وخدوا على بعض وخلاص والدنيا حلوه وجميله. اول حاجه انت محتاجها ان انت تلم النوتي كلها تحطها في عين واحده. يعني انا مثلا عندي ديت نتايه هيت في الباب ده، تمام؟ هبدا بقى في ان انا اخد النوتي، بس خلي بالك في نقطه معينه لازم تاخد بالك منها، ما ينفعش تحط نتايه في الباب وتسيبها يوم يومين ثلاثه وبعد كده تدخل عليها بقيه النوتي، لان اي حاجه هتخش عليها بعد كده هي عارفه ان دي العين بتاعتها، فرد الحمام اللي هيخش عليها تضربه، تمام؟ فاحنا هنحط الحمام في مصطبه او في عين واسعه، هنحط نتايه، نحط النوتي كلها في نفس اليوم في نفس الوقت مع بعض عشان يبقوا عارفين ان ديت ولا عين دي ولا عين دي، وان العين دي بتاعتهم كلهم مفيش واحده فيهم تسيطر على المكان وتضرب بقيه النوتي، عشان ايه؟ نبقى متفقين مع بعض. اول حاجه احنا حطينا مثلا نتايه اهي، هنجيب بقيه النوتي كده اللي هي نوتي التحضين دي مثلا نتايه الفرخ، تمام؟ اللي احنا حطيناها في العين، هنحط بقى بقيه نوتي التحضين مثلا دي نتايه، تمام؟ ترجمة
وادي نتايا وادي كمان نتايا. بص اللي انا بقول عليه ان النتايا لما تكون عارفه ان العين بتاعتها بتضرب الحمام اللي يخش عليها، فالنتايا هي اللي كانت في الباب الاول بتضرب الحمام اللي بيخش عليها. بس انا اشرح لكم بس كده ايه عملي، يعني انا كده مش يعني انا مش حاططهم مع بعض، بس انا عشان اشرح لكم بس عليهم ايه عملي. تمام، احنا كده حطينا ايه نتاية الفرخ اللي هي النتاية الاولانيه خالص دي وثلاث نوتي للتحضير. تمام، فهنعمل ايه دلوقتي؟ هنسيبهم مع بعض كده مثلا قيمه 5 ايام، وبنديهم في الخمس ايام دول بندي النتاية بتاعت الفرخ بس كالسيوم او فيتامينات، يعني ممكن يديها يومين كده ويومين كده او ثلاث ايام كده ويومين كده. تمام، 5 ايام. هنعمل ايه بعد كده؟ هناخد نتاية الفرخ اللي احنا عايزين ناخد منها الحصى دي ندخلها لدقارها. تمام، اهو اي هي النتاية دي هناخدها نروح مدخلينها هنا لدقارها اهو في العين دي في السلاكة اللي انا حاطط جنبها الكاميرا. تمام، اهو دخلناها كده لدقارها. طيب بعدين يا حاج اقول لك، في نفس الوقت هناخد نتاية من نوتي التحضين دي كده ونروح مدخلينها في الباب بتاع الدكر بتاعها بتاع التحضين. تمام، اهو دخلناها الدكر التحضين بتاعها. اذا هنا احنا عندنا نتاية فرخ او في العين بتاعتها مع دكرها اللي هو دكر الفرخ القص بتاع الفرخ، ودخلنا نتاية قصادها لدكر من دكورة التحضين. تمام، هنصبر عليهم بقى هنا من 10 ل 15 يوم، هنلاقي ان شاء الله ديت جمعت حصى وديت جمعت حصى، يعني نتايه الفرخ هتجمع حصى ونتايه التحضين هتجمع حصى، وان شاء الله خلال 10 ايام او 12 يوم او 15 يوم بالكتير قوي هنكون دي حصت ودي حصت. ونتايه الفرخه حصت الاول، هناخد حصاها نحطه في الثلاجه لحد ما النتايه الثانيه تحصي الحصويتين، نتايه التحضين تحصي الحصويتين. تمام، فنتاية الفرخة حصت حصويتين وخدناهم وحطيناهم في التلاجة يوم يومين ثلاثة لحد ما نتاية التحضين تحصي الحصويتين بتاعتها، يمكن تتأخر شوية يعني. فمجرد ما نتاية التحضين حصت الحصويتين نروح واخدين الحصى بتاعها نرميه، نتاية التحضين النتاية اللي احنا هنحضن تحتها الحصى ناخد الحصى نرميه ونروح واخدين الحصويتين بتوع النتاية دي. نفترض ان الحصويتين اهم، تمام، وكنا حطهم في التلاجة، نفترض ان دي التلاجة، فانا خدت الحصويتين بتوع الفرخ النتاية الغالية واروح جاي حطيتهم على طول تحت نتاية التحضين. تمام، واروح جايب نتاية من دول اللي في المصطبة. تمام، واروح مدخلها لدكارها اهو. تمام كده، يبقى انا كده عملت موازنة ان انا حضنت حصويتين تحت اول نتاية ودخلت نتاية تانية لذكر تحضين، وهنا النتاية بتاعت الفرخ دي اللي انا حاططها مع ذكرها شغالة لسه زي ما هي، هتعد 10-15 يوم وتحصي معايا تاني. تمام، فديت خلاص 10-15 يوم هتحصي، والنتاية اللي انا دخلتها لذكرها النتاية التانية بتاعت التحضين هتاخد لها برضو 10-15 يوم وتحصي، فهيجي برضو بعد 10-15 يوم دي حصت واللي تحت حصت، اروح واخد الحصويتين من تحت دي واروح حاططهم تحت النتاية التانية. تمام، وراح واخد النتايه الثالثه اللي في المصطبه هنا كده. تمام، واروح مدخلها لدكارها. تمام كده، لحد دلوقتي النتايه الثالثه دخلت لدكارها، يبقى اذا النتايه اللي انا دخلتها لدكارها دي برضه هتاخد لها 10-15 يوم وتحصل، والنتايه هنا شغاله زي ما هي مع دكارها، احنا مش شلناهاش، شغاله زي ما هي مع دكارها، هتاخد 10-15 يوم وتحصل. هروح واخد برضو الحصويتين نفس النظام زي ما عملت كده وراح حاططهم تحت النتايه الثالثه. طيب في حاجه مهمه قوي لازم ناخد بالنا منها اللي هي المواعيد، مواعيد اهم من التحضين ومن الفرق اهم من اي حاجه. انا لازم عندي اجنده، اهي عندي اجنده بكتب فيها كل حاجه بالتفصيل. فهاجي هنا انا اول حصويتين حضنتهم تحت النتايه مثلا الكريزلي البيضاء، حضنتهم يوم ايه؟ يوم مثلا النهارده مثلا يعني 24. تمام، 6 حضنت حصويتين نفاخ ازرق تحت القص الكريزلي الابيض واخد خط كده تحتيها. بعدها ب 10 ايام لما حضنت الحصويتين التانيين تحت النتايه الجمعيه مثلا المفصصه، يوم مثلا 4 في الشهر 4/7 حضنت حصويتين نفاخ ازرق تحت مثلا النتايه الجمعيه المفصصه والدكر ايه الازازي. تمام، واخد خط.
بعدها ب 10 ايام هيبقى يوم 14/7 حضنت حصويتين نفاخ ازرق تحت الكريسبي الحبشي. يبقى كده انا عندي 3 عشوش اتحضنوا في 30 يوم مثلا او في 40 يوم او 45 يوم اللي هو من 10 ل 15 يوم ما بين كل عش والتاني، وكل حاجه مكتوبه هنا بالظبط. فهبدا بعد 18 يوم. طب خلاص انا كده عشان بس ما انتهوش من بعض، انا كده النتايه دي اخدها ارجعها تاني مصطبتها، تمام؟ اهو هاخد النتايه دي ارجعها تاني في المصطبه اللي كانت فيها بعد ما خدنا منها تلات عشوش كل عش حصويتين، تمام؟ اهو رجعناها تاني مصطبتها. اذا النتايه دي هنريحها بقى هنا شويه كده سكه ايه 10 15 يوم، نديها في كالسيومات بس، نديها كالسيوم، نديها فيتامين، نديها طاجن التحديق، نديها املاح معدنيه، ونهتم بالنتايه دي فيتامينات لحد ما اول قص من اللي احنا حطينا حضنا تحتهم الحصى دول بالتواريخ بقى هنا عندنا. احنا بعد 18 يوم المفروض اول حصى ده يفقس، تمام؟ بعد 18 يوم اول حصى يفقس، فاحنا محضنين يوم مثلا ايه 24 ونعد 18 يوم ونبص على الحصى. الحصى فك معانا، نعرف بقى كده خلاص اول عش فك ونعلم عليه هنا في الاجنده صح ان هو ده حصويتين فك. الحصى الثاني نفس النظام نعلم عليه بعد 18 يوم، بنشوف كل عش بيفك بنعلم عليه. هنبدا بقى هنا احنا عندنا هم ما فيش غيرهم 3 اسس تحضين. هنبدا بقى بعد كده ان اول عش طلع ده خلاص الزغاليل بدات تطلع، بتاخد لها شهر لحد ما تتفطم، تمام؟ الزغاليل اتفطمت هناخد النتايه نحطها في المصطبه، تمام كده؟ الزغاليل اتفطمت هناخد النتايه نحطها في المصطبه، نحطها 4 5 ايام وندخلها، ندخل نتايه الفرخ لدكرها وندخل نتايه التحضين لدكرها تاني هنا. بعد 10 ايام كمان هتكون النتايه التانيه فطمت زغاليلها، لان ما بين كل انتهى وانتهى في الفطام هيكون 10 ايام، لان ما بين كل انتهى وانتهى في التحضين كان 10 ايام. فبعد 10 ايام هتكون النتايه الثانيه فطمت زغاليلها هناخدها نحطها في المصطبه، بعد 10 ايام ثانيه هتكون النتايه الثالثه فطمت زغاليلها هناخدها نحطها في المصطبه، وهنلم الزغاليل كلها مع بعض في مصطبه كبيره، يبقى دي مصطبه الزغاليل الفطام هنحطهم فيها لحد ما ايه يشببوا، وبعد كده نعرف الذكر من النتايه ونوقف بقى كل ذكر في بابه ونوقف النوتي مع بعضها في مصطبه، تمام كده؟ اذا هنا النتايه ديت بتتحط مع ذكرها، ناخد منها الحصى ونرجعها تاني لمصطبه بعد ما ناخد منها 3 عشوش، تمام؟ ونوتي التحضين بنحطها مع ذكرها بتحضن الحصى لحد ما تفطم الزغاليل ونرجعها تاني المصطبه، وبنلم النوتي مع بعضها في المصطبه، بنبدا نعيد نفس الموضوع تاني اللي هو ندخل النتايه الفرخ لذكرها وندخل نتايه التحضين لذكرها، وبعد ال 10 15 يوم حصل حضنه، وبعد الشهر بناخد الزغاليل نفطمها وهكذا على طول. اذا انت في الشهر بتعمل 3 عشوش زغاليل، يعني 6 زغاليل في الشهر، 6 زغاليل في الشهر، بدل ما تاخد زغلولين في 58 يوم زي ما قلت في اول الفيديو. من هنا انت بتعمل حاجه اسمها عمليه فرخ مكثف، ان انا لو عندي جوز غالي اعرف ان انا استفيد منه بشكل كويس، واعرف ان انا اخد منه اكبر قدر من الزغاليل في اقل فتره ممكنه، تمام كده؟ ويا رب اكون قدرت توصل لكم المعلومه ديت بشكل سهل ومبسط، لان الناس كتير برضو يعني انا عامل فيديوهات قبل كده عن موضوع الفرخ والتحضين، وناس برضو ما كانتش بتقدر تفهم المعلومه، فانا حاولت ان انا اوصلها لكم عملي عشان تستفادوا منها بشكل اسهل، واقدر اوصل المعلومه بشكل مفسر. و يا رب دايما اكون بقدر افيدكم. ما تنسوش اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، واللي مشترك في القناه يتاكد ان هو مفعل الجرس ويعمل لايك على الفيديو ويعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد الغواه اللي ما عندهمش لسه الخبره الكافيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.